أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بالتوجيهات والرؤى الملكية السامية من لدن جلالة الملك المعظم في تحقيق تطلعات المواطنين وتنمية وتقدم الوطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة. وأعرب معاليه عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان للأمر الكريم الصادر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات القديمة للعام 2004 وما قبله، مضيفا معاليه أن الأمر الكريم لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يجسد اهتمام سموه المستمر في متابعة احتياجات المواطنين وخاصة الخدمات الإسكانية منها، بما يعكس التعاون الوثيق والمستمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل مصلحة الوطن والمواطنين. مشيرا معاليه إلى أن الأمر الكريم الصادر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يسهم في تحقيق الاستقرار والعيش الكريم للأسرة البحرينية.